صباح الخير. ار بي جي كلاشينكوف او ام 16 ومع بعض الرجمات الصاروخيه ومضاد للطيران، كلنا قلنا انه انفتحت جبهه على مستديره الطيونه. مع كل تشييع لاحد مقاتلي الحزب اطلاق نار عشوائي وترهيب للمواطنين ليزيد مستوى الهلع عند الناس الامنه ببيوتها والطلاب بمدارسهم، ونسيوا انه للموت رهبه والصمت قيمه مضافه. اما الاستعراض فما بيعوض خساره ابن او اب او شقيق، ولا ببلسم دمعه ام او اخت خسرت خيا في حروب الاخرين. اللبنانيين الغرقانين بازماتهم الاقتصاديه والاجتماعيه ملوا من الحروب العبثيه واكتفوا من الاصوات يلي بتدعي الى انتحار جماعي تحت عنوان التعبئه والحشد. فالناس بحاجه الى خطط ومشاريع انمائيه وفرص عمل لالاف الشباب العاطلين عن العمل. فالبطالة بلبنان وصلت إلى أعلى مستوياتها مع هروب أصحاب الرساميل وتوقف الاستثمار بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ومحاولة البعض بزج لبنان بمعارك ما بتنتهي. البطالة بلبنان بالأرقام والتحليل، تقرير خاص لزميلنا خالد أبو شعرة. أنا أولادي ثلاثة وخريجين الجامعة الأمريكية، واحد خريج أمريكا ما لقيوا شغل هون روحوا ما يشتغلوا بالخليج، ونحن عاطين وكالة لهالنواب اسم الله أنهم يهتموا فينا ويهتموا البلد، روحوا جددوا لحالهم بدون لا شعر ولا دستور، بس الحق ما علينا، الحق علينا اللي بندفع الضرايب تيقبضوا معاشاتهم. تتصدر البطالة قائمة المشاكل اللي عم بيعاني منها المجتمع اللبناني، فمع تفاقم الأزمات السياسية والأمنية بلبنان والدول المحيطة تراجعت الاستثمارات الجديدة بنسب مخيفة، كما وتراجعت إنتاجية ومداخيل مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وعمدت أغلبية الشركات إلى تسريح أعداد كبيرة من عمالها أو استبدالهم بعمال أجانب، هالأمر اللي عم يرفع نسب البطالة ويهدد بكارثة اجتماعية خطيرة. عم بيع حلو، أنا أساسي بيع سمك سردين، كنت بيع سردين، وعم يسأل القدام عن المستقبل القدام بعد شوي بدي أعمل زوا مشان شفاء السكري. يعني هذا الزلمة من 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 الحياة اللي عاشها بهالبلد وصل لهون، لو إنه عايش حياة طبيعية ما بيوصل لهون، مش بس هو مثله ومتايله والباقي الحين، وأنا إن شاء الله حصير مثله. شو البطالة؟ 90% البطالة، 90%. يلي عم تكدح يومي وبأي شلك كنو فكرك انو بكرة بيحمينا نحن وقال. طيب عم شوف عم نبشع على شغل، شوفنا كتير عم نبشع على شغل، شكلها مش ضابطة. حسب البروبابيليتيز قدي نسبة العالم عم تلاقي شغل وقدي نسبة العالم ما عم تلاقي شغل، هون ما عم بيلاقوا شغل، فانه ايه موست بروبلي برات لبنان اكيد. ايه اكيد، لانه مش عم يلاقوا فرص عمل هون، يا نصهم عم يهاجروا اذا صح لهم، وهلا صعبه صارت. وما هون بهالبلد صعبه، ما في وظائف. ما في فرص ابدا عمل، والا الفرصه بتكون المعاش ما بكفي دخاناته ولا ظهراته ولا درينك، سو كلهم عم يهاجروا. مخيفه، مخيفه جدا جدا جدا. كثير في بطاله قويه، خاصه اللي عم يطلعوا من الجامعات. ما عم يلاقوا شغل لا هون ولا بقى كمان. يلي عم تطمح على الفاضي ومن اي ديانة كن، المستقبل مثل الماضي والحاضر هو ان. الارقام حول معدلات البطاله ونسب تفشيها بالمجتمع اللبناني تخطت كل التوقعات وبدات تلامس ال 40% او اكثر، تتركز بشكل اساسي عند الخريجين الجامعيين، كما وتبدو هالارقام مرشحه للزياده وتحديدا مع الاقبال المتواصل على استبدال العماله اللبنانيه بالعماله الاجنبيه من دون اي ضوابط او حمايه لليد العامله الوطنيه. لبنان بحاجه ليخلق 35,000 فرصه عمل بالسنه. عم يامن منها حسب انا بستند لاحصاءات الضمان الاجتماعي اللي فاتت عن نهايه الخدمه يعني، فبتلاقي انه المسجلين بالضمان الاجتماعي ما بيزيدوا عن 11 او 12000 ال 35، بينما عم يطلع من الضمان يعني لما صفوا تعويضاتهم عدد اكبر بيوصل 16000. ارجع عنصر اضافي، كان عندنا نحن معدل البطاله 22 حسب الاسكوا، انه النزوح السوري على لبنان زاد البطاله بحوالي 8%، نحن كان عندنا 20 صار 28، يعني عم نحكي بالتفاؤل هو اكثر. تراجع الاستثمارات يعني تضييق فرص عمل. الاستثمارات العربية والخليجية في لبنان متراجعة حوالي 64%، استثمارات خارجية ولا حتى اللبنانية 64% بال 2014 عن 2013.
شايف اثنين انه الازمة السورية وزيادة اعداد الوافدين هي من الاسباب الرئيسية اللي عم تفائم ازمة البطالة، واحاديث الناس بتشهد على 100 خبرية وخبرية عن المزاحمة غير المشروعة لليد العاملة الوطنية. السؤال ما هيك بنسأل، قدي فيش فرص عمل للبنانية؟ صفر بالمليون للغريب كل الشغل لهم، بعدين ما في فرص. يعني المتعلم عم ببيع الكين ولا ما شهادة عم بهاجر؟ ما في، يعني كله عم بتوظف ناس غير لبنانية يعني. بس انه ما في عامل عم بيشتغل، ما في صاحب مصلحة عم بيشتغل، ما في، كل اللبنانيين قاعدين نايمين على 7:30. مين عم بيشتغل؟ عم بيشتغل الغرب السواح، مغنى عبد الحليم حافظ سواح. يبدو اليد العاملة السورية أرخص، فطبيعي إنه صاحب المؤسسة يشوف وين الربح المادي لقاله ويستبدل. العمال اللبنانيين موقفين كل شو غربية بالنسبة للضمان والمعاشات. هلا هلا عم ياخدوا محلنا يعني نحن كلبنانية، بس إنه اللبناني كمان أوقات بيزيد الشغل. إنه السوري عم ياخد الفرص العمل أكتر لأنه بيقبض أقل، بفضل إنه ياخد مصاري أقل وبيشتغل أكتر منه. تفاؤم معدلات البطالة وتهديدها بأزمة اجتماعية ما زالت بأسفل سلم الأولويات سواء للدولة أو للنقابات. واقع جديد قد يغير ديموغرافيا السكان ويؤدي إلى انقراض عنصر الشباب بلبنان. نحن عم نغني وبقلبنا في غصة، وما كنا رايزين نحكي بهيك قصة، بس الأمر كبير كتير ولازم يتوصى، يوصل للحكام اللي ورا المنصة، منتابع حلقتنا مع حدث عالمي جمع عدد كبير من أبرز أسماء نجوم الفن السابع، أفلام، محط إعجاب الصحافة أو حتى نقدة، كلها كانت متواجدة بمهرجان واحد، مهرجان كان السينمائي اللي استقبلته فرنسا. اليوم محطة جديدة مع الجناح اللبناني اللي كان مشارك بالمهرجان، وتفاصيل مع زميلتنا ماريتا راز معلوف. هاي 60 بلد من كافة أرحاء العالم بيشاركوا سنوياً ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي من خلال جناح خاص ببلدهم. من هالبلدين البلد الصغير لبنان يلي على مدى 11 سنة قدر يشارك بهالدورات من مهرجان كان السينمائي، وهالجناح ممول ومنظم من قبل مكتب السياحة بباريس يلي مديره سيرج عقل. فكان لنا لقاء مع سيرج لنعرف تفاصيل أكثر عن طريقة دعم السينما اللبنانية وعن طريق مواكبة الأعمال اللبنانية يلي عم بيشاركوا بطريقة مميزة هالعام. منساعد المخرجين والمنتجين اللبنانية، وهون عندهم مكتب لإلهم وبيقدروا يستعملوا هالمكتب الإعلامي يلي عم ننظمه مشانهم. عم تعمل ترويج للتصوير، تصوير الأفلام الأجنبية على الأراضي اللبنانية، لأن من عبر هالتصوير منفرجي جمال لبنان. أسسنا ويب سايت على الانترنت اسمه 35mm from Beirut، وهذا الويب سايت أولا مثل location guide، يعني who's who of the Lebanese cinema، وثانيا هو ميديا شانل، يعني بنعمل انترفيوز مع المخرجين والمنتجين اللبنانيين. هالجناح ممول ومنظم من قبل مكتب وزارة السياحة بباريس بالتعاون مع مؤسسة سينما لبنان الممولة من إيدال. الناس المخرجين المنتجين عم بيمرقوا، أو مديري المهرجانات عم بيمرقوا على الستاند اللبناني ويتعرفوا على كل هالمشاريع، وهيك منخلق شبكات تعاون وتواصل بين كل هالبروفيشنالز. هلأ شو بنعمل كمان؟ منحضر سكرينينج لكما أفلام. في عنا سكرينينج لهالسنة في فيلم كتير كبير تبع مي جان بوشعية رح يكون معروض بالماركت، ورح يكون كمان في سكرينينج تاني لعدة رافكات من أفلام بعدها عم تتحضر اللي هي work in progress. هل عم تميز أيضا بحضور وزير السياحة ميشيل فرعون على المهرجان بهدف ترويج لبنان كموقع تصوير ودعم السينمائيين اللبنانيين، فزار عدة أجنحة مشاركة بالمهرجان، من جناح إلي فرانس، الجناح الأردني وجناح التركي.
ضمن النشاطات يلي قام فيها الوزير ايضا دعا على الغداء المخرجه نادين لبكي يلي كانت موجوده كعضو لجنه تحكيم ضمن فئه نظره ما والمخرجه جوانا حجي توما يلي كانت موجوده كعضو لجنه التحكيم عن فئه الافلام القصيره لدعم والاحتفاء فيهم كمكافأة على جهدهم يلي عم بيقوموا فيه ويقدموا صورة جميلة عن بلدهم من خلال أعمالهم. في حياة نهضة جديدة وحقيقية للسينما اللبناني إن كان أكيد من جهة لبعض الفنانين اللي أصبحوا دوليين بس كمان لبنان بالجامعات في منظمات غير حكومية جمعيات وزارة السياحة اللي عم تدعم من 10 سنين وجود اللبناني بكان وفي كمان فرص وطاقات جديدة شابة اللي هي بحاجة لنقول لنهضة ولا تنظيم بس الفنولة وقالوا لي بتحب تكون لجنة حكم أكيد قلت إيه وكمان في الفكرة أنه لجنة الحكم للأفلام سيني فونداسيون والأفلام القصيرة هيدا شيء كتير بيهمني يعني يكون الواحد ببداية حياته الفنية أو عمل أفلام بس هيدا الفيلم القصير يلي إذا بياخد جايزة فيه يوديه كتير بعيد شارك الوزير بلقاء أقيم بالجناح اللبناني بعنوان لقاء ومناقشة دفعة جديدة للسينما اللبنانية ضم مجموعة من السينمائيين والمخرجين اللبنانيين دار النقاش حول الإنتاج وأهمية السينما ودور السينما اللبنانية بالمنطقة والعمل لتشجيعها من المحاورين السيدة مايا دوفريش مديرة سينما لبنان المخرجة زينة صفير مديرة مهرجان أيام بيروت السينمائية والمنتج أنطوان خليفة المبرمج ضمن مهرجان دبي السينما هو المنتج جورج شقير صاحب شركة أبوت من أبرز المبادرات يلي حصلت ضمن هاللقاء أعلنت جمعية متروبوليس عن انطلاق مكتبة سينمائية لبنانية بدأوا العمل عليها فكرة هي نقدر نجمع كل هالأفلام بمكان وين الجمهور بيقدر يجي خارج إطار المهرجانات أو الأفلام اللي نازلة بصالة يجي ويشوف هالأفلام مش بس يحضرها يشوف كل شيء انكتب عنا يشوف كل شيء له علاقة فيها من سيناريو من أفيش مقابلات مع المخرجين يعني يكون نوع من دوكيومنتاسيون عن السينما اللبنانية بشكل عام هيدي المبادرة يلي بلشناها ببيروت بأدار من هيدي السنة عم نكفيها اليوم مع كنحنا كجمعية بيروت دي سي مع مؤسسة لبنان للسينما وبدعم مؤسسة إيدال لحتى لأنه عن جد نثبت أكتر وأكتر يعني إذا بديك حدث سينمائي لتصير بيروت مرجع كمان من السينما يعني لبيروت تنحط أكتر وأكتر على الخارطة السينمائية تالنت بيروت هي مبادرة بتقوم فيها جمعية متروبوليس بالتعاون مع الجوتا إنستيتوت مهرجان برلين السينمائي الدولي ومهرجان فيد مارساي هيدا المشروع نابع من البرلينال تالنت اللي هو مشروع للمواهب السينمائية الهدف من تالنت بيروت هو أنه نقوي موهبة هالأشخاص ونساعدهم على أنه يطوروا حالهم بمجال الصوت تأليف الموسيقى التصوير السينمائي والتوليف أو المونتاج أمنا نحن نفتش على القطاع وعلى ستيك هولدرز تبع القطاع لحياة فانديسيون ليبان سينما هي أحد القطاعات الناشطة وبالتالي عملنا معها مذكرة تفاهم حول موضوع كيفية تنميع قطاع صناعة السينما لأنه هي قطاع ممكن يشكل لنا نوع من نقل نوعية بعملية ترويج لبنان من النشاطات أيضا عبر وزير السياحة السجادة الحمراء برفقة سيرش عائل والوفد اللبناني لدعم المخرج إلي داغر وبختام المهرجان إلي كان حصد جائزة الأساسية ضمن فئة الأفلام القصيرة من أبرز النشاطات اللبنانية يلي كانت موجودة ضمن مهرجان كان مشاركة مجموعة من الأفلام الطلابية القصيرة هالأفلام كانوا سبق وشاركوا ضمن مهرجان الأفلام الطلابية بالأنديو فتم عرضهم على مدى أيام المهرجان ضمن جناح خاص بالأفلام القصيرة عم نجرب نجيب ونحطهم بهالمطرح يلي بيعطيهم إكسبوجر على انترناشنال بلاتفورم وبيخليهم هني يفهموا شو عم يصير بالعالم يعني مش بس انه الناس اللي بتقدر تشوف الافلام على قد ما هن يعرفوا قد عندهم بوسيبيليتيز وين في فيستيفالات وين في كونكشنز وين في فاندنج انستتيوشنز
هيدي أبرز النشاطات اللبنانية اللي كانت عم بتصير ضمن مهرجان كان السينمائي. أكيد كمان كان في مشاركات لأفلام لبنانية ضمن سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي أو ليتم بيعها أو ليتم عرضها لمنتجين ومخرجين عالميين. هيك بتكون خلصت فكرة السينما اليوم. أنا بشوفكم بحلقة جديدة. باي باي. من أجواء مهرجان كان إلى شوارع بيروت، خلينا نشوف كاميرتنا بمين التقت وشو هي كلمة اليوم. كنت عايشة بجبيع، فيش مثل جبيع. جبيع أنا من زفتة، بيتي في الطريق حلو كتير بجبيع، بس ما بطلع. كل شيء فيها حلو، كله عنا بساتين رز رح يجيب على راسي، كله كل صندوق هيك رح من على راسي جيب حشيش وعنب ومشمش وخاخ. شو أنا بقى ترعى بقر وما ذاك اسمه أنا نمرق بالمقيل، ترى اسمه المقيل نمرق فيها إحنا ما تشوفنا رجيل. هاي الحقوني نهرب منهم، يحبوني يا في عرس يبقى في سهرة، كن يوم سهرة يا مرة يا أويدي بكوا ويغنوا ويرقصوا بالساحة شباب ونسوين يسحبونا. أنا ما عارش إنبوك أتهدى بهالي وامشي مع العالم رجال ونسوين. أمي الله يرحمها ما تخليني أعمل شيء، قاعدة مسددة، أنا قاعدة مسددة أعرف كل شيء، تعلم بعضني، شوف أهلي شوف أمي شوف مثل ما شوف دمي بطبخ وأخبز وأعجن وكلنا نخبز مرقاق كل الغرفة الواسعة. الجواز صغير كتير عن حاب كنت هالقد ولحقنا إلا لأمي ما بديت اللي إلا بدك إيه هيدا عاقل، أنت فاجرة اللي أنت فاجرة ولي هيدا عاقل والأولاد وجوزت أولادي الله يخلي لي فاي مثله هالأمر هادي. شفتك عم تحاكي أنا اللي زمانها هذا فيش مثل جيراننا وجيراني. شوف هناك نازم طالع. أهلا حبيبتي، تعا 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 سمع تعا الله يحلي أيامك. كلمة اليوم أيام حلوة. من كلمة اليوم إلى لقطة حلوة ومهضومة منختارها ومنعرضها ضمن برنامجنا، من بعد بريك ومنرجع. أهلاً